عشان ننجح لازم بنحدد أهدافنا. لما جيت كلمتكم عن تكنولوجيا استخدام معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر من سنوات، كنت بتكلم على هدف مهم جدا، إن احنا نزود اللون الأخضر، إن احنا نتكلم عن الزراعة والإنتاج. سنة بعد سنة ولقاء بعد التاني، وصلنا لرحلة جميلة جدا مع الفلاح المصري، كان هو البطل. كنت دايما بقول اسأل مجرب أو اسأل الفلاح المصري. تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لما تصدت لمشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة، قدرت إن هي تزيد من إنتاجية الأرض الزراعية، وقدرت إن هي تزود من دخل المزارع. ده ما كانش كلامي، ده كان كلام الفلاح المصري في اسأل مجرب. النهاردة من محافظة حيرة هتشوفوا نماذج جميلة جدا لنجاح هذه التكنولوجيا، وهنتكلم مع أصحابها اللي زرعوا عنب وزرعوا ذرة وزرعوا فول. الناس دي تعبت واشتغلت في الأرض، لكن النهاردة عندهم كلام مهم جدا هنسمعه في اسأل مجرب. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. برحب بحضراتكم مرة أخرى في اسأل مجرب. الفلاح المصري علم الدنيا الزراعة، مش كده وبس، لا هو بيقدم حياته ومجهوده وعمره في الإنتاج وفي الخير. المكان اللي أنا موجود فيه ده كنت سجلت فيه أكتر من مرة، سجلت فيه مع الحاج مصر رحمة الله عليه. النهاردة أنا موجود، أول ما دخلنا كنا بندعي له، نقرأ له الفاتحة، نتذكره مع ولاده مع أخواته، لأن إحنا شفنا إن الخير اللي اتزرع مكمل وصحابه عايشين. فعلا أنا بقدم التحية لكل فلاح مصري، لكل مزارع بيقدم وقته وجهده وحياته علشان التنمية وعشان الإنتاج. أخبارك إيه؟ عرف نفسك للسادة. إبراهيم عبد الله المصري عيسى، مركز بد. حضرتك أنا وأخويا اللي أنت ذكرت اسمه الحاج مصري، هو ده اتوفى من فترة، وكان كانت عندنا مشكلة في الملوحة على مستوى الزراعات، عنب وموز وخضار، وكانت عندنا المشكلة. ففي يوم أخويا بيتصف على النت فلقى موضوع دلتا ووتر، الكلام ده بقاله فترة، فجبنا جهاز. الجهاز أول جهاز جبناه في الأرض اشتغلنا عليه في العنب اللي احنا موجودين دوت، ده تالت سنة اشتغل عليه العنب، اللهم صل على النبي. العنب ماشي معانا، وفر تسميد معانا، الانتاج بيزيد، المعالجة بالنسبة لنا كانت بقت سهلة، لأن الملوحة بتجيب مشاكل كتير، وإحنا عندنا مشاكل في الملوحة، وخلاص حددنا إن السبب. حللته المية فلقيته نسبة الملوحة مرتفعة، كانت كام بقى؟ الملوحة كانت وصلت عندنا 1400 باشمهندس. على حضرتك العنب ده كان بيروب 1400 الأول. 1400، وكان شكله إيه بقى؟ حالته كانت عاملة؟ لا، كان نص إنتاج، نص العنب اللي أنت شايفه ده كله أو نص الزرع اللي أنت شايفه ده ما كانش موجود. نص إنتاج. وكان عندنا مشاكل مصاريف كتير عالية في التسميد، ومعالجة للملوحة ومعالجة للجذور، وشغل كان شغل يعني، وكنا مخش في متاهات. حاج مصري رحمة الله عليه بيتصفح على النت، شاف الجهاز بيحكي لكم عنه، جبناه جربناه. سمعتوا كلامه على طول؟ سمعنا، اقتنعتوا يعني؟ اقتنعنا على طول والله، لأن كنا يعني الموضوع اللي بيار، أنا جيت في 6 شهور أنا والحاج مصري، كنا دقين حوالي 4 تبيار في الايام دي. 6 شهور 4 تبيار احنا بندور على مياه حلوه، لدرجه ان احنا نزلنا 224 متر تحت في الارض، وما برضه ما جبنا مياه 700. طيب النهارده احنا مركبين الجهاز بقاله كام سنه؟ النهارده الجهاز ده راكب ثالث سنه. معدل التحول يعني الارض شكلها بقى عامل ازاي في خلال 3 سنين؟ اول سنه من اول محصول على الجهاز، اللهم صل على النبي، كان الانتاج بيزيد وتمام التمام. اول كلمه قلتها لي كان نص المحصول اللي انت شايفه، يعني 50% من الانتاج مش موجود، غير المصاريف اللي انا بصرفها كانت اكتر من كنا بنخش في متاهات تاني وبنجيب حاجات. حضرتك انت عارف الاسواق دلوقتي النهارده، اي حد بيخش محل مبيدات كانه داخل صيدليه، في انواع كتير وفي شركات مضروبه كتير، وكنا بنتوه وكنا بنعمل يعني بنجيب نحط، ما فيش، مش لاقيين نتيجه، لحد ما جبنا اول جهاز دلتا ووتر. احنا كده يا باشمهندس، اول جهاز اشتريت اكتر من جهاز بعد كده. احنا كده واخدين هنا راكب في الارض، هنا معايا انا واخويا، هنا راكب اربع اجهزه ما شاء الله. يعني ده تاكيد لنجاح تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي. انا كفلاح جربت التكنولوجيا دي، بسم الله ما شاء الله الارض بتاعتي كبيره، فتوسعت في ان انا اركب اجهزه.
3 سنين بستخدم هذه التكنولوجيا، حصل في مشكلة فيها، احتاجت صيانة، الدعم والتواصل ما بينكم وما بين الشركة أخباره إيه؟ لا ده أخباره ما الناس والله يعني بالتليفون ما في في ما فيش معاملة معانا على طول يا باشمهندس، واحترام وناس مؤدبة وبتاخد وبتدي في الكلام وباللي انت عايزه بيعمل. مشكلة في الجهاز، احتاج قطع غيار في حاجة خلال هذه الفترة؟ حصلش، هو الجهاز بنركبه باشمهندس وكل 3 شهور بنفك وبيتغسل وبيركب تاني. انت بنفسك؟ انا بنفسي. مش مشكلة يعني؟ مفهوش مشكلة، لا 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 خالص خالص، ما باخدش اكتر من نص ساعة شغل. تكاليف الانتاج قلت يعني، استخدامنا للأسمدة واستخدامنا للمغذيات مضادات الأملاح دي اخبارها ايه؟ طبعا اللي تكلفة الحاجات اللي هي كان يعني كنا بنتوه وخش في مشاكل، الحاجات ديت يعني بنسبة 80%، بنسبة 80%، لأن كنا بنخش في مشاكل ونجيب حاجات وما فيش ما فيش نتيجة على الشجر، وكان يعني أنا كنا خلاص كنا مفكر إن احنا نبيع الأرض. في تجربة حصلت للأسف أنا ما كنتش موجود عشان أصورها، بس أنت عايز تحكي لي عنها مع الفول. إيه موضوع الفول؟ حضرتك اللي زار أرضنا أو عارف أرضنا وعارف زراعتنا، إحنا كنا زارعين فول في 15/10 وشلناه بعد العيد على طول في 23/4، اللهم صل على النبي، واخد منه 2 طن و200 كيلو الفدان فول بلد اللي هو الكينج ماريوت 2، واخد منه 2 طن و200 كيلو للفدان. ده على نسبة ملوحة 1400 جزء في المليون. على كانت النسبة، لا النسبة على البير التاني يا باشمهندس تيجي لي شوية حوالي 1100، بس ده آخر جهاز احنا جايبينه من حضرتك اللي اشتغل عليه الفول. اللهم صل على النبي، الفول كان يفرح، والناس يعني مش عايز نقول لك، ناس صحابنا كانوا بعدوا أو بعدي عايز ينزل يتفرج في الفول. ما شاء الله، بيقول لي نسبة الملوحة، بقول له 1400، فللمصداقية قال لي لا ده البير الأخراني ده 1100 بس، وكينج ماريوت الفول البلدي اللي احنا عمالين نقول بنستورد فول الطبق الرسمي للفطار الصبح عند المصريين 2 طن و200 كيلو للفدان، الجيران شافوا ده قالوا لك ايه اللي انت عملته؟ حصل وكانت الناس يعني في ناس صحابنا كانوا يتصل عايز نيجي نتفرج على الفول اللي عندكم، وكان بيجي لي فيلم يعني، ودي مش عايز نقول لك كان طوله يعني لو واحد ماشي في خط والتاني ماشي في خط ما بتشوفوش بعض الفول من فوق، يعني اللي يقول لك احنا عندنا نقص في بعض المحاصيل والاستيراد هو الحل، الاستيراد ما بقاش سهل زي الاول، دايما بنتكلم على دعم الاقتصاد المصري والمزارع المصري. هنا انا بوريك نموذج للفلاح الشاطر اللي لا عنده مشكله قال لك لا انا هحلها وهشتغل عليها. زارع فول على نسبه ملوحه 1100 جزء في المليون، لو اي حد تاني هيقول لك لا الفول عندي مش هينفع. من شوية كنت موجود عند جار وقال لك كنت مأجر الأرض 15 سنة. كلمة أخيرة منك عن هذه التكنولوجيا للناس اللي بتشوفنا النهاردة. والله إحنا بنستنى كمان وكمان في تطوير المعلومات بالنسبة للزراعة، وعايزين مساعدة أكتر من كده، لأن مشكلة الملوحة دي كانت يعني كانت مشكلة بنسبة 60% بتزهج الناس من الزراعة. تركب الجهاز حتى هتنبسط من الأرض وهتنبسط من الزراعة. مرحب بحضراتكم مرة أخرى، ولاد الحاج مصري، ازيكم؟ تعرف بيهم؟ محمد المصري عبد الله عيسى، عبد الله المصري عبد الله عيسى. ازيك عبد الله؟ أنا سجلت معاك كذا مرة، مش أول لقاء. ازيكم عاملين إيه؟ الحاج زرع هنا الخير، وأنتم موجودين تكملوا. زرع فيكم الحب للعمل وللإنتاج، وده اللي أنا شفته لما دخلت المزرعة، لقيت الرجالة قاعدين بيستقبلونا بيشتغلوا. بيتابعوا أرضهم موجودين فيها أبطال، أنا بشكركم على المجهود الأول. ربنا يكرم. العيلة ده بقى أخباره إيه دلوقتي بعد ما وصلنا ما شاء الله إن في إنتاجية بتزيد كل سنة؟ احكي لي كده ووصف لي الشجرة دي أخبارها إيه عن الشجر اللي عند جارك اللي هو لسه بيستخدم الطرق القديمة في الزراعة. يعني بسم الله ما شاء الله، أنا جبت جهاز الملوحة وركبته، لقيت في فرق شاسع معايا في تحسين الزراعة معايا في كل الزراعات. يعني عندي هنا بنزرع فراولة وبنزرع هنا موز، نزرع هنا بردك عنب، يعني بسم الله ما شاء الله الجهاز مغير معايا. ليه طعم العنب هنا عندكم مختلف؟ هو ده اسمه ايه الصنف ده؟ دي اسمه حضرتك عنب فليم. فليم الحباية مسكرة. الناس اللي بتعمل معاكم او التاجر نفسه ملاحظش دي؟ لا سألكش. ملاحظها، حتى الدنيا بحالها كلها ملاحظها معانا برضه. عشان المية حلوة فدي تبان على زرعتي.
صح؟ الحمد لله. عبد الله انت سجلت معايا قبل كده كتير بقى، مش مكسوف بقى النهارده؟ ها العنب اخباره ايه السنه دي في الجو اللي احنا شايفينه؟ شويه حر زياده، شويه بنقول الحق، العنب عامل ايه معاك؟ والله الحمد لله العنب محصوله حلو وجاي انتاجيه حلوه الحمد لله، وبنشكره كل اللي يستخدم الجهاز ده برضو كله هيشكره والحمد لله. يعني عايز اعرف الميه بتاثر فعلا على الزرعه؟ يعني انا كل ما تكون ميتي كويسه زرعتي تتحمل اكتر للظروف اللي احنا بنتكلم عنها. حصل الميه احسن، الميه كل ما تكون حلوه كل ما يدي معاك انتاجيه حلو ومحصول حلو وزراعه حلوه برضو، وانتم وجودكم احلى. ربنا يكرمكم ويوفقكم دايما ان شاء الله. نجي لكم كده نلاقيكم رجاله موجودين في مزرعتنا هنا. لما جيت اتعرفت عليهم قلت ولاد الحاج مصري رحمه الله عليه، بنسبه الملوحه هنا من 1400 ل 1100. حاج مصري رحمه الله عليه تعرف على التكنولوجيا دي ركبها هنا، يعني عمل علم. اقدر اقول صدقه جاريه، لان انت النهارده لما بتزرع وبتنتج وبتاكل الناس ده في حد ذاته خير. ربنا يوفقكم دايما. الزراعة الاعتماد فيها والنجاح على العامل البشري الفلاح المصري المزارع. لما نروح الأراضي القديمة شيء طبيعي جدا أن أنت تلاقي الزراعة ناجحة والناس مستقرة لأن هي أرض طينية، مية بحاري، الناس عايشة. لكن لما تخش الأماكن الجديدة أو الأراضي الجديدة الوضع مختلف، أرض صفرة، الفلاح بيقابله مشاكل كتيرة جدا، منها ارتفاع نسبة الملوحة في المية، المناخ صعب شوية. هتلاقي الناس دي هنا عندها شغل وعندها عزيمة. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ اتعرف بيك، اسمك ايه؟ احمد السيد شعبان. احنا فين هنا يا عم احمد؟ احنا هنا في كفر داوود. كفر داوود، بقالك كام سنه هنا؟ انا بقالي دلوقتي 6 سنين. امال انت منين اساسا بقى؟ انا نزلت لحجه مركز الشهداء. الشهداء المنوفيه. جيت من البحيره بقى عشان الشغل واكل العيش. وقعدت هنا. الارض دي اخبارها ايه؟ دي طبعا غيرها، غير المنوفيه خالص. لا غير المنوفيه. هنا الملوحه عاليه جدا. ملوحه بس؟ ملوحة وكل حاجة، يعني كل شيء غالب لأسمتها. أنا شفت المواسير بتاعت الري أو شبكة الري عليها حديد ولا داخل دلوقتي؟ لا فيها حديد، وكانت الملوحة كانت مغلبانة قبل ما ركبوا الجهاز، فطبعا ما ركبنا الجهاز بقى. يعني إيه مغلباكم؟ الملوحة إيه يعني هتعمل إيه؟ يعني الملوحة ما بتظبطش في الزراعة، ما بتظبطش خالص. زي الناس قلت لي إزاي؟ صلى على النبي. تيجي تزرع تضر الجدر. الملوحة بتضر الجدر. عاوزين معالج ملوحه النهارده صباحنا دلوقتي ان احنا ركبنا الجهاز، ما عادش ليه الملوحه خالص. يعني ما مصاريف دي؟ مفيش مصاريف بقى دلوقتي، الملوحه دي خلاص يعني ايه نسيناها، يعني نسينا ان احنا ننزله للزراعه ايه موضوع الملوحه ده خالص. هل الملوحه عندك هنا كم جزء حللتها؟ يعني عندنا يجي اللهم صل على النبي 950. 950 جزء في المليون، برضه مش كويسه للعنب. لا مش كويسه ولا العنب ولا اي زرعه. ولا اي زرعه؟ جربت تزرع ايه غير العنب؟ يعني زرعنا الموز طبعا قبل ما ركبوا الجهاز، فطبعا ايه غلبنا شويه، فسمعنا على الجهاز دلوقتي جبنا الجهاز، الزراعه انظبطت معانا على طول. على طول؟ هو بقى له قد ايه الجهاز عندك؟ جهاز بقاله عندنا دلوقتي اللهم صل على النبي يجي 4 سنين. 4 سنين؟ 4 سنين راكب. مش حاسس بقى ان انت من 4 سنين دفعت فلوسك ورميتها في الارض؟ لا ما رميناهاش. ما رميتهاش، لقيتها. فلوس حتى اللي اشترى الفلوس موجوده. ايوه احنا مؤجرين. صباح النهارده احنا اتفقنا معاهم ان احنا مثلا عاوزين ايه الجهاز دلوقتي، احنا عاوزين نمشي من الارض. صباح دلوقتي ان صاحب الارض مش عاوز يدفع مثلا حق الجهاز. طبعا الشركه قالت لنا احنا هناخده ايه الجهاز تاني بعد مثلا 5 سنين 10 سنين، وقت بتسيبوه احنا ناخده الجهاز. تسيبوه ليه؟ حتى لما تكبر الارض وربنا يوسع عليك تركبه فيها. نركبوه حتى لو ما حلوه كمان. العده بتاعتك. العده بتاعتني. يعني احنا النهارده لو حبينا كنا ما احنا زارعين في الجبل هنروح الارض السمراء تاني. انا هاخده الجهاز مش هينفع يركب الارض السمراء. مين اللي قال لك بقى كده؟ السمراء ميتها حلوه هنا. وانا لما المية حلوه ممكن ازود الانتاج برضه باستخدامه. يعني زودوا. انا سجلته في اراضي صبره كتير، وسجلته في رشيد، وسجلته في كفر الشيخ، سجلت الناس مركبات على مية بحار. البقعه هنا غير الارض السمر. انا عارف قصدك ان انت المايه هنا صعبه، لكن هناك المايه حلوه كده كده. احنا بنطلعها بايه؟ كنا بنطلعها الاول بفلوس. طبعا النهارده الجهاز يعني قصر علينا مسافات ياما. صح. قصر علينا معالج ملوحه. يعني حاجات ياما قصر. 4 سنين انتاجيه الفدان اختلفت في العنب؟ اختلف في كل حاجه. يعني الفدان يجيب مثلا اكتر كام في الميه؟ يعني عايز الرقم عشان انتوا بتخافوا من الحسد. بنخافوا من الحسد. يعني بس زادت؟ لا هي زادت الحمد لله. واقل من كده برضك
الحمد لله. انتوا دايما الفلاح يقول لك الحمد لله، الوش السبح ده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لو اقل من كده احنا راضيين في اي حاجه، لكن بقى انا مش عايز بقى الرضا ده كده في تقييمك للجهاز، انا عايز تقييمك للجهاز بموضوعيه. لا جهاز انت كفلاح رايك ايه في جهاز دلتا ووتر؟ لا الجهاز بالصلاة على النبي جهاز 10 على 10، وجمع معانا نتائج في كل حاجه. نسبه الملوحه كانت 950 جزء في المليون، مشاكل في العنب بقى له 4 سنين، بيقول لي انا مأجر وعشان الشركه تطمني قالوا لي يا عم لو انت عايز الجهاز بعد كده هناخده منك. قال لي بالك انت اشتريته من 4 سنين، كانت لسه الدنيا رخيصه. الدنيا رخيصه بقى. كانت الدنيا رخيصه وزي ما هو عارفين النهارده يجيب فلوس. يعني انت ما استثمر في الجهاز نفسه، هو مش انا عارفين هو يجيب فلوس، هو بينباع يعني. قال بنشتري واحد جديد دلوقتي ايوه بفلوس اغلى. باغلى هنا احنا لو بعناه بثمنه يعني بقى بيستثمر في الارض وفي الجهاز. ربنا يوفقك وبشكرك ودايما كده ليك ناجح، وبدل ما تسيب هنا ان شاء الله تتوسع ويبقى عندك بدل الفدان 100 ان شاء الله خير ان شاء الله. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. لتسيب المية ملحة والشجر يطرح صفار، بتخلي الأرض صالحة والصحاري تزيد خضار. والجدارة والانتياج جاي وجاب الخير معاه، التوت ده جهاز الطبيعة محتاجة، والجدارة والانتياج جاي وجاب الخير معاه. كل حاجة ليها طعم لما تبقى المية دلتا، ربح زايد خير يا عم، مية واصلة لكل حتة. انت ابدأ واحنا جنبك، ايوة جنبك مش بعيد، هتلاقينا جوا بلدك شرق غرب هتستفيد. التوطة ده جهاز الطبيعة محتاجة، والقدارة والقدارة والانتياج جاي وجاب الخير معاه. والشجر يزيد وينتج والخضر على كل لون، فاكهة ليها شكل مبهج زي ما لازم تكون. ازرع يلا سر قولك عليه، الجهاز قد التحدي، دي أرضك غالية عليه. التوطة ده جهاز الطبيعة محتاجة، والقدارة وانتياج جاي وجاب الخير معاه. التوطة ده جهاز الطبيعة محتاجة، والقدارة وانتياج جاي وجاب الخير معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض في المكان هنا طريق المطار والملوحة 1100، وبفضل الله سبحانه وتعالى علينا قدرنا نطلع ذرة، ودي أزمة مصر كلها بتعاني منها بخلاف زراعة الموز اللي انتوا شايفينه ورايا، وده بفضل من الله سبحانه وتعالى باستخدام التكنولوجي الجديد. التكنولوجي دايما لما نمشي وراء ونحاول نوصل لأحسن حاجة في 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 الدنيا، بندور على تقليل التكاليف ورفع قيمة المردود من المزرعة.
كل اللي انا عملته غيرت كواليتي الميه، غيرت شكل الميه، قدرت ان انا اشحنها بالطاقه اللازمه، قدرت ان انا اقوم بعمليه تعديل للاملاح واخليها في شكل ايوني، النبات قدر ان هو يمتص ما يريد ويحيد ما نسبته 50%. هنا المزرعه تعب بقدر كبير في البدايه في زراعه الفراوله وخسر فيها، ولكن بعد ذلك ما شاء الله لا قوه الا بالله، العين ترى. و الموضوع في بين ايدك انت اللي تحله، وقدامك باستخدام تكنولوجيا دلتا ووتر، اعلى تكنولوجيا ماجنتيك موجوده في العالم للحظه اللي احنا فيها، 14500 جاوس، مش موجوده لا في الامريكي ولا في الالماني ولا في الاسترالي ولا النمساوي ولا حتى اي دوله اخرى، لتسع سنين من العلم والمثابره لكي نحصل على هذه النتيجه. بكم ترقى الامم، وان شاء الله تستخدموها وتعظم من انتاجك والدخل وتقلل من المصروفات. شكرا جزيلا. مشاهدي برنامج اسأل مجرب، برحب بحضراتكم. الحمد لله في هذه الفترة احنا بنتابع معاكم كل ما يحدث داخل القطاع الزراعي، ومن اهم الملفات اللي حصل فيها نجاح كبير هو ملف استخدام المياه في مصر. قدرنا النهارده نتكلم ان احنا عندنا انواع كتيرة من المياه، قدرنا نتكلم ان احنا بنحسب كل قطرة مياه بيتم استخدامها في ايه. هكمل معاكم رحلتي في برنامج اسأل مجرب واحنا بنتابع النهارده وبنشوف نجاح معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. تكنولوجيا اتكلمنا فيها وتعرفنا عليها من سنين، وقلنا ان هذه التكنولوجيا تمتلك القدرة على تخفيض نسبة الملوحة او تخفيض تأثير الملوحة على المحاصيل المختلفة، وبالتالي زيادة الانتاج وتقليل النفقات. هوريكم نموذج تاني النهاردة ونموذج جديد بعد ما كان لنا رحلة طويلة شفنا فيها مئات اللقاءات من داخل المحافظات المختلفة ومن داخل الدول العربية والإفريقية. النهاردة أنا موجود معاكم في محافظة البحيرة، هشوف نموذج جميل للمزارع المصري اللي مفيش مشكلة أو عقبة تقدر تمنعه عن الإنتاج. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. زي اسمك إيه؟ عرف السلام. مش موحي شاهين. يا عم موحي، إحنا فين دلوقتي؟ إحنا دلوقتي في مركز بدر البحيرة، قرية طريق المطار. طريق المطار، مركز بدر البحيرة، واحنا جايين هنا شايفين المحاصيل المختلفة، ولكن كان واضح ان ابتدت تظهر اجهادات على المحاصيل بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة. هي المشكلة دي مشكلة عامة الناس هنا بتشتكي عندك او بتسمع جرير؟ حاليا هنا المشكلة على طريق المطار ده كله تم. ليه؟ اشمعنى طريق المطار؟ ما تمنى ما فيش مشاريع مثلا ماشية في المنطقة ديت، فهي الملوحه اللي عاليه هنا في الارض هنا. مفيش ترعه؟ لا مفيش ترعه. كله ري ارتوازي. كله شغال في المواسير، طبعا الميه مالحه تطلع فوق، ميه مالحه تنزل تحت، ميه حديد. وانت هنا بقالك كام سنه؟ انا هنا بقالنا 45 سنه. ما شاء الله، يعني بقى ابا والد حضرتك كان هنا، والدك كان هنا برضه. ما شاء الله، من 45 سنه الوضع كان زي دلوقتي؟ زي لحد دلوقتي، هي من يوم ما خدنا الارض دي كده. متعبة؟ في المية بتاعتها مالح. 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 البير عندك هنا نسبة الملوحة فيه بتقسها؟ بتظهر في حاجات هي ثابتة على طول، بس هي انت قست نسبة الملوحة؟ عملت تحليل؟ عامل تحليل. طلع كم جزء في المليون؟ طلعتها 1100. طب ودي تأثر على الزرع؟ بتأثر على الزراعة طبعا. عملت ايه عندك؟ بتوقف الزراعة، بتخليش الزراعة تمشي خالص. كنت زارع ايه بقى؟ كنت زارع فراولة وزارع موز برضه هنا، وبزرع فاصوليا وسوداني. فراولة، موز، فاصوليا، سوداني، وشافك محمل ذرة، مش قادر يعني، المنظر جميل. انا الحمد لله بعد ما ركبت الجهاز الدنيا ظبطت معايا هنا. لما حصلت المشكلة عندك بسبب الملوحة تمام؟ ابتدت تفكر في حلول، يعني قبل ما تعرف التكنولوجيا بتاع دلتا ووتر دي، اكيد في ناس قالت لك اراء كتير، كانوا بيقولوا لك ايه وعملت ايه؟ والله هم كانوا بيقولوا لي الاول، انا كنت بنجيب الحاجه اللي هي المعالج الملوحه دي نحطه، كنت بنمشي بيه، يعني انا كنت بنحط مثلا اللي هو حاجه اسمها ترواكس ديت، كنت بنحط منها في الاسبوع 3 مرات. ايوه. كانت بتمشي معايا، بس كانت بتبقى تكاليفها. كانت في ناس بقى بتقول لي ايه على الجهاز ده؟ طبعا انا ما بقيتش مصدق اللي بصراحه الجهاز يعني بيجيب نتيجه. اللي بيقولوه ده حته الماسوره دي ماسوره ومخرومه من النص وبتاع، وبتعدي المايه من هنا تطلع من هنا، ما بتعملش نتيجه. بس طبعا انا لما ركبته اختلف معايا جامد. قعدوا يقنعوا فيك فتره طويله؟
عشان تقتنع بقى شفت عملت ايه. كلمت مع حد رحت شفت ارض مركبه الجهاز يعني اكيد برضو ما جريتش اشتريتك. والله انا شفته في حته الجهاز ده يعني بصراحه الزراعه عجبتني قلت والله ما اللي جايبه يعني قلت اجيبه. شفت البرنامج بتاع اسال المجرب قبل كده؟ اه. كنت مصدق الكلام اللي بقوله؟ لا ما كنتش مصدقني. ها قلت ده كلام تلفزيون؟ لا ده كله كلام. لا طبعا لما جبت اختلف عن كده النهارده وانا جاي لك. انت شفتني قبل كده على الحقيقه قعدت معاك وقلت لك هنتكلم في ايه دخلت سلمت عليك هلا ووقفنا نسجل صح؟ اه. في ايدينا دلوقتي ان احنا نستخدم التكنولوجيا والعلم علشان نزود من مواردنا ونقلل من تكاليفنا. ده معادله بسيطه جدا للقطاع الزراعي. من محافظة البحيرة مكمل معاكم برنامج اسأل مجرب. النهاردة بنتابع نتائج جميلة جدا لنجاح تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. هوريكم وبتركيز أكتر أشجار الموز اللي كانت بتعاني من مشاكل بسبب ارتفاع نسبة الملوحة اللي تحولت من اللون البهتان ومن الضعف إلى اللون الأخضر والإنتاجية اللي احنا شايفينها. الأول أنا برحب بيك. ازيك يا حاج؟ اسمك إيه؟ محمد أبو العنين. حاج محمد ابو العينين احنا فين دلوقتي؟ المكان ده فين تحديدا؟ لان دايما بحب اوري للساده المشاهدين انا عند مين. ده طريق مطار طريق المطار مركز بدر محافظه البحيره. واحنا داخلين قلت لي الموز ده كان فيه مشاكل ما تبصلوش كده النهارده. كان شكله ايه وايه اسباب المشاكل؟ والله حضرتك انا قبل المزرعه الموز غبت الفتره طويله 10 15 سنه باجر الارض لان طبعا نسبه الملوحه كانت عاليه. فما كنتش بزرع فراوله او موز او زراعات اللي هي الايه حساسه شويه. بفضل الله ناس شارت عليه. يعني انت 10 15 سنه سايب الارض ماجرها الناس باجرها الناس بسبب الايه نفسه السد. اه ملوحه مرتفعه فيزرع الزرع عنده تكلفه ومصاريف وفي الاخر الانتاجيه ضعيفه قال لك انا اجرها واستريح. حصل والله بايجار بسيط جدا. طبعا قاعد مع واحد جاري حاج سعيد قال لي انا جبت الجهاز عندي كانت الفراوله بتنشف. يا عم ده الكلام ده كلام اي كلام. قال لي لا والله انا جربت الجهاز والفراوله كانت بتنشف عندي بفضل الله الايه الفراوله عمل الجهاز عمل معايا شغل كتير. قلت له يا عم طبعا اتصلت بالدكتور محمد ربنا يبارك فيه. الدكتور محمد قال لي خد الجهاز وجرب معاك شهر 2 3 5 6 شهور الجهاز لو ما عجبكش ترجعه تاني. يا دكتور محمد مش عاطي فلوس؟ قال لي لا ما تدينيش فلوس لما تجرب. بفضل الله تعالى جبت وزرعت الموز على مسؤوليه الدكتور محمد. بفضل الله تعالى ربنا اكرم والزراعه لقيتها ماشيه معايا وتمام التمام. وفضل الله بعد ما كنت بحط ملوحه كل 10 15 يوم للملوحه بفضل الله ما عادش بحط ملوحه كل شهرين ثلاثه حاجه وقايه بس. لكن بفضل الله الزراعه حاجه تفرح خالص وحاجه كويسه خالص. تخيل لما يقول لك انا اجرت الارض علشان مش جايبه همها. الارض اللي هي غاليه عند المزارع اللي ربنا يبارك له فيها النهارده دي بترفع من قيمه الارض نفسها بتزود من دخل المزارع بتزود من اللون الاخضر في مصر. واحنا عندنا تحديات في انتاج الغذاء بسبب التغيرات المناخيه بتقلل من استخدام الكيماويات بشكل عام. النهارده انا معايا تكنولوجيا تقدر تساعد وتحل مشكله بتعوق عمليه الانتاج الزراعي. تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر نجحت النهارده في زراعه الموز في محافظه البحيره. زرع حاجه جنب الموز؟ لا هو الموز بس. انت متخصص موز؟ متخصص موز. ربنا يوفقك. مكمل معاكم لسه في اسأل مجرب. كنت بتكلم عن نجاح زراعة الموز في مزرعة نسبة الملوحة فيها 1300 جزء في المليون. عرفني بنفسك يا حاج. شريف محمد أبو العنان. يعني اخوات؟ اه. انت اخوك كبير. شريف مركز محمد. احسن ناس. انت اخوك كبير بيقول. اخوك كبير. لما قال لك انا هشتري جهاز يعالج الملوحة قلت له ايه بقى ما انت كبير العيل؟ واقتنعت بالكلام ده؟ اقتنعت بالكلام. ما كلمت الدكتور محمد واقتنعت بكلامه. قبل ما اكلم الدكتور محمد كنت مصدق الموضوع ده؟ كنت مصدق الموضوع لان سالت كذا واحد عندنا من نسايبي وقالوا لي الجهاز ده كويس وبتاع. ايوه كويس. يعني ايه؟ انت راجل كفلاح يعني ايه اقول على حاجه كويس؟ ليه؟ هو كويس. قال لي بيشيل الملوحه من الميه وبيشيل الحديد وبفتت الحديد. لكن هو ما بيشيلش الحديد خالص عشان بصراحه مع بعض. فتت الملوحه؟ فتت الملوحه وبدلها في الميه وبان على الزراعه والزراعه بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح. ايه اللي يفرحك؟ انا مش عايز كلام كده يقوله ده سامح عبد الهادي محفظه للناس. انا اول مره النهارده اشوفك وما اتكلمتش معاك كتير. صح؟ انا النهارده كفلاح واقف معاه وبتعلم منه الزراعه. انا شايف صباط الموز دي 1 2 3 4 5 6 كفايه. ده حته صيفي يا استاذ محمد. صيفي كمان. يعني الفضل اللي عندنا بسم الله ما شاء الله احنا منزلين كتفها الصباطه كانت واصله 30 كيلو 35 كيلو
الفضل لربنا ثم الفنطة. ما شاء الله ربنا يبارك لك. يعني ما شاء الله احنا مش بنقر ولا بنحسن، دي تزود معايا الانتاج وتزود الدخل. زودت الدخل بسم الله ما شاء الله، وزودت الانتاج بسم الله ما شاء الله. شفت الزراعة تفرح، سبت بنزينة وجيت اشتغلت في الارض. ربنا يا رب يوفق.